السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة من المرشد الزراعي. وبنتكلم النهاردة عن واحد من المحاصيل، مش بس المهمة، هي يعني محصول نقدر نقول عليه كده سلاح الدول العظمى، وهو محصول القمح. الحقيقة أنه محصول القمح ما بقاش مجرد غذاء، ما بقاش مجرد محصول قوي، ما بقاش مجرد محصول له قيمة اقتصادية عالية، هو أصبح يحدد مصير الدول ويحدد ترتيب الدول ووجودها بين الدول الأخرى. فبالتالي الدولة التي تصدر القمح أصبحت هي الدولة العظمى، والدولة التي تصدر القمح أصبحت هي الدولة القوية، والدولة التي تصدر القمح أصبحت هي الدولة التي تتميز بالمعايير والمواصفات العالية والجودة العالية للمحاصيل الهامة زي محصول القمح. حقيقة ان احنا عندنا في مصر محصول القمح من المحاصيل اللي مش بس بتمثل اهمية غذائية، خلينا نقول ان هي بتعتبر من التراث. يعني دايما بنقول انه الشعوب الاخرى بتاكل الخبز جنب الاكل، احنا عندنا بناكل الاكل جنب الخبز، اذا عندنا الخبز هو الاساسي. هل الموروث ده يعني أثر في الإنتاجية، أثر في التوسع في زراعة القمح، وإحنا بنتوسع وبنحاول بكل الطرق إن إحنا نبقى رائدين في زراعة القمح، هل وجود الموروث ده وثباته عند المصريين هيمثل عائق أمام التنمية المستدامة لمحصول القمح؟ إنتاجنا من محصول القمح قد إيه؟ بيكفي قد ايه؟ تصديرنا من القمح والخطط المستقبلية لمحصول القمح اللي بيعد من اهم المحاصيل على مستوى دول العالم. تفاصيل كتير واستفسارات كتير جدا، وطبعا مش هننسى نتكلم عن العمليات الزراعية للقمح والتوصيات وكل ما يخص الزراعة والعمليات الحيوية لمحصول القمح، مع ضيفنا الكريم استاذ دكتور عز الدين عبد الرحمن، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. بنتكلم عن محصول قوي، يعني الدول زمان كانت بتتميز بحاجات مثلا زي البترول، زي التنقيب عن الآثار، وإحنا الحمد لله يعني لنا مكانة في ده، لكن دلوقتي أصبح التحكم في مصير الشعوب بالمحاصيل بلقمة العيش زي ما بنقول، زي القمح. حضرتك شايف إزاي أنه محصول القمح بيمثل هذه الأهمية لمصر، وإحنا يعني شغالين إزاي على الأهمية دي وخططنا المستقبلية للتنمية المستدامة في محصول القمح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضرتك طيبة، كل الشعب المصري طيب وبخير. تحية اعزاز وتقدير إلى سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة القمح، بقى أنه الرجل الأول المعني بلقمة العيش زي ما بتقولي حضرتك ل 105 مليون واحد في جمهورية مصر العربية. مصر والقمح من زمان قوي، من أول قصة سيدنا يوسف العالم كله جه عشان ياخد من مصر القمح. مصر والقمح، مصر النهاردة بتعتبر من أكبر الدول المستوردة في العالم، بعد ما كانت هي المصدر أو سلة الغذاء في العالم بقت من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم. ده بيرجع لإيه بقى؟ بيرجع لعاملين مهمين جدا. العامل الأولاني محدودية المساحة، والعامل الثاني الزيادة العالية جدا في السكان. يعني مثلا حضرتك لو يوم 23 يوليو 52 كان 18 مليون فرد على ارض مصر و6 مليون فدان، النهارده 18 مليون بقى 105، يعني ضعف 6 مرات. هل المساحه الزراعيه ضعفت 6 مرات؟ لا. طبعا لا. فبتقابل حاجات كتيره جدا، بقى في معوقات جديده جدا مع محدودية المساحة، قلة المية وبتاع، وده اللي الدولة حاليا شغالة عليه علشان نرفع من انتاجنا الكلي لمحصول القمح بما يوفر لنا الأمان، ان احنا بالمعنى العام كده ما يبقاش صبعنا تحت درس حد. من لا يملك غذائه لا يملك
حريه او من لا يملك قوته لا يملك لا, لا يملك قراره. ففي الاتجاه لتقليل الفجوه ديت ما بين الانتاج والاستهلاك في خطين رئيسيين، الخط الراسي والخط الافقي. الخط الراسي هو ازاي ان انا استفيد اعلى استفاده من وحده المساحه. بدل ما الفدان ينتج 20 اردب ازاي ينتج 22 23 25 30 و 35 اردب. بدل ما يبقى عندي ده الاستفاده الراسيه، الاستفاده الافقيه ازاي ازود المساحه المنزرعه في مصر. ودي بصراحه الدوله دلوقتي حاليا في خلال الثلاث او اربع او الخمس سنين اللي فاتت بتوليها اهميه عاليه جدا. عندنا مشروع 1.5 مليون فدان، عندنا مشاريع الزراعيه الاخرى الكتيره، عندنا مشروع الدلتا الجديده، عندنا المشروع بتاع تحليه مياه المياه اللي هو في اكبر محطه تحليه مياه اللي هي بتاعه بحر البقر، اللي انا بستفيد بالميه بتاعتها، الميه المحلاه والميه المعالجه بتاعتها بستفيد بيها في زراعه مساحات كبيره جدا في خط القنال وفي جزيره سيناء او شبه جزيره سيناء. دكتور عز، يعني احنا بنتكلم دايما عن انه الملفات الضخمه او المحاصيل الاستراتيجيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي بتمثل هذه الاهميه زي محصول القمح بيقابلها من الجهه الاخرى تحديات كبيره او معوقات كما يقال عليها. بس يعني لو احنا بنتكلم عن انتاج واستهلاك، عندنا فجوه في الانتاج وعندنا فجوه في الاستهلاك، فاعتقد انه اكبر معوق هيأثر سواء بالسلب بقى او بالايجاب لو قللنا منه هو استهلاك الفرد وحصه الفرد من القمح. هل حصه نصيب او نصيب الفرد من القمح سنويا في مصر نسبه عاليه؟ هو احنا بنتعامل على 100 مليون في مصر. الاستهلاك العالمي للقمح بيقولوا 90 كيلو جرام للفرد في السنه او 120 كيلو. لو خدنا على 120 كيلو واحنا 100 مليون يبقى احنا عايزين 12 مليون طن قمح سنويا. احنا بنزرع 3 السنه اللي فاتت في الزراعه في الموسم الزراعي اللي فات اللي هو موسم زراعه 2020 2021، زارعين 3.41 مليون فدان. الانتاج اللي حوالي 19 اردب للفدان بيعملوا حوالي 9.5 مليون طن في الانتاج. لما 9.5 مليون طن على اساس 120 كيلو جرام للفرد يبقى 12 مليون، يبقى عندنا عجز 2.5 مليون طن قمح في مصر. يبقى احنا ملزمين باستيراد 2.5 مليون طن. مع هذا الدولة بتستورد 5 و6 و7 مليون طن وممكن اكتر من كده. لان في نسبة كبيرة جدا من القمح ما بتروحش في خط مسارها الطبيعي. بتروح في حاجات غير الاستخدام الادمي. فده بيعلي الفاتورة بتاعت الاستيراد بتاع القمح. بيعلي معدل الاستهلاك اللي هو المطلوب. احنا لو القمح كله راح للاستهلاك الادمي بس هيبقى عندنا عجز 2.5 مليون يا جماعه، يعني ممكن يجوا من الرز، يجوا ممكن بالبطاطس، يجوا من المكرونه، البدائل. من البدائل بتاعه القمح. انما للاسف في فقد في النقل، في فقد في عمليه التخزين والطحن، في فقد في عمليه التصنيع، في فقد في عمليه خبيز الرغيف، في استخدام القمح، لان وحده القمح ارخص من وحده العلف اللي بيتغذى عليها الطيور والحيوانات سواء للساده مربي الانتاج اللحوم سواء كانت لحوم بيضاء او لحوم حمراء. وحده القمح ارخص من وحده العلف، فبيستخدم القمح مكان العلف في التغذيه. كل ده بيتحمل على فاتورة القمح، بيعلي الفاتورة بتاعت استيراد القمح، بيعلي الكمية اللي الدولة ملزمة تستوردها من القمح. فمن مجموعة الأسباب دي بتزيد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. هل طبيعة الأرض بتحدد إنتاجية وجودة محصول القمح؟
شوفي حضرتك بالنسبه للقمح عنده مدى واسع جدا من الاقلمه، ممكن يتزرع في 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 ظروف في 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 مجال واسع جدا او في مساحات واسعه جدا من القمح، مع توافر الشروط المناسبه للايه للزراعه. درجه الملوحه مثلا بتبقى لغايه 5 أو 6 ملي، 6 ملي موز مثلا، توافر مياه الري برضو علشان مواعيد، يعني لو جينا بقى ايه مسكنا القمح من الحبه للحبه، اول حاجه ميعاد زراعه مناسب، 2 اختيار صنف ملائم. احنا يعني عندنا في على الساحه حوالي 12 او 15 صنف قمح، مش كل صنف من دول اجي ازرعه مثلا في القليوبيه في مركز بنها، او ازرعه في طوخ، او ازرعه في ملاوي في المنيا، او ازرعه مثلا في منفلوط في الصعيد. كل منطقه ليها ظروفها وليها الصنف الملائم ليها. اختيار الصنف، كميه التقاوي، بعد كده طريقه الزراعه، بعد طريقه الزراعه معاملات الزراعيه اللي هي ري وتسميد، موالاه المحصول طول السنه زي الطفل الصغير بالظبط اللي امه بتواليه وطول الليل تقوم تبص عليه هو متغطي ولا مش متغطي، هو كل ولا ما كلش، هو شرب ولا ما شربش، برضو المتابعه. بعد كده نيجي الحصاد، صفات الحصاد، عمليات الميكانيكيه المصاحبه للحصاد، النقل، التخزين، الشوان، الصوامع، كل ده لو انا خدت الظروف المثلى في الحاجات دي كلها في خط السير ده كله، ممكن جدا ان انا بوفر كتير جدا من فاتوره استيراد القمح. جميل. طيب هنتكلم عن ملف الاستيراد ده بقى يعني بشكل مستفيض، بس خلينا نروح لاستاذ كرم من الشرقيه. يا استاذ كرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه أروح. الله، اهلا بيك، اتفضل. يا فندم. الحمد لله. عايز حضرتك اسال سؤالين معلش. تحت امرك دكتور. تحت امرك. اول سؤال، عايز نوع قمح يعني يكون كويس انتاجه كويس، يعني زرعت السنه اللي فاتت النوع المصري 1 والصب الصدى. تمام. وقعدنا نقاوم في المرض بالادويه طبعا بشكلها والكلام ده، عايز نوع يكون يعني ايه خارج مشكله الصدى وكده. جميل. السؤال الاولاني. جميل. تاني. تمام. السؤال الثاني، السؤال الثاني حضرتك، انواع الرش بتاعت العريضه اللي هي الحشاش العريضه اللي بتطلع في القمح. تمام. تمام. رشيناه السنه اللي فاتت بالكيس اللي هي الخمسة جرام اللي هي الخضرة دي. وبعدين طبعا رشيت ايه يا استاذ كرم؟ رشيت بايه؟ رشيت جران ستار اللي هو اللي اسمه جران ستار، الكيس الخضرة الصغيره دي. طبعا اثرت على مجهود التربه، وبعد ما بنزرع الرز بعد القمح بنقعد كذا يعني بتحصل مشاكل في الرز، وما له اضرار يعني، عايزين بديل لاله، في بديل او كده يعني. حاضر. انا اعرفش الا هو. اي سؤال تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا جزيلا، بشكرك. معانا مين تاني؟ استاذ علاء من القليوبيه. يا استاذ علاء. الو، مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولضيف حضرتك الكريم. أهلا. بحب اشكر اسره البرنامج يعني على الاهتمام بالموضوع محصول القمح، لان فعلا محصول القمح محصول استراتيجي، والدوله فعلا بتبذل مجهود كبير جدا في النهوض بالايه بانتاجيه القمح. دلوقتي حضرتك انا في القليوبيه في قريه بتمده مركز بنا محافظه القليوبيه، التقويات القمح ما بيجيش لنا الجمعيه، واذا جه بيجي صنف واحد وما بيبقاش مثلا ايه ما كنتش عايز ازرعه، وساعات بتنزل كميات قليله وبتطلع للتجار او بتطلع لحاجات من دي، فيا ريت انا النهارده بطلب يبقى صرف تقويات القمح تكون على الحيازات الزراعيه من خلال الجمعيه، ويكون موجود اكثر من صنف في الجمعيه. الحاجه الثانيه حضرتك، يعني يا ريت الدوله في الفتره الجايه تعمل حوافز للفلاحين في زياده في لزراعه القمح. ازاي حضرتك النهارده لما يعلن سعر الارداب بالقمح من قبل موضوع فتره الزراعه، هيشجع الناس ان هي تزرع كتير،
لان النهارده لما السعر بيكون، لان فعلا القمح بيحقق انتاجيه مع الفلاح، فبالتالي النهارده انا لما هزود سعر الارداف هوفر استيراد قمح كتير من بره، هوفر عمله صعبه كتير. هو ورد بكام للدوله؟ دي حاجه. انت وردت القمح بكام السنه دي؟ السنه طبعا انا التجار خدوه مني ب 660 او 650. ليه؟ لان طبعا عندنا الجمعيات ما بتقومش باخذ المحصول، واقرب شونه بعيد عننا بحوالي مثلا 30 كيلو او 40 كيلو، فعشان النهارده اخد مثلا عربيه على 30 ارداب ولا بتاع، بتبقى تكلفتها عليا عاليه، وساعات اروح اقف باليوم الكامل قدام الشونه على ما يتم التوريد. فيا ريت برضه الجزئيه اللي سالها ضيف حضرتك الكريم انا بشكره، لان فعلا ده مشكله احنا بنعاني منها. اللي هي ايه حضرتك؟ النهارده المفترض الجمعيات في ظل تفتت الملكيه الزراعيه في محافظه القليوبيه، تقوم الجمعيات بجمع المحصول من الفلاحين وتقوم هي بالتوريد للشون. ليه؟ لان انا النهارده جمعيه قريبه مني، لما يكون مثلا عندي 20 اردب او 30 اردب، سهل ان انا اوديهم الجمعيه ويبقى الجمعيه تقوم بالتوريد للشون، وبعد كده احصل على الفلوس على الاموال من الشون. الحاجه الاخيره بقى اللي عايز اقولها لوزير التموين في موضوع القمح، يا ريت حضرتك النهارده نقاط الخبز اللي المواطن بيوفرها وزاره التموين تحاسب المواطن على الرغيف بالسعر اللي الدوله بتحاسب عليه صاحب الفرن. لان النهارده لو وزاره التموين حاسبت المواطن على رغيف الخبز اللي هو ما خدوش بنفس السعر اللي بياخده بتاع الفرن، النهارده الناس هتوفر خبز كتير، وبالتالي هوفر استيراد قمح، يبقى وفرت عمله صعبه. وزي ما ضيف حضرتك الكريم قال ان في بعض الناس ان هو ايه، القمح بيستخدم كعلف للمواشي لانه ارخص من العلف الاخرى. فانا بشكركم ويعني برصب الرساله دي توصل لوزير التموين. بشكرك، صوتك بالتاكيد وصل. شكرا جزيلا استاذ علاء من القليوبيه. نرجع لاستاذ كرم اللي كان بيتكلم عن انه عايز صنف قمح يديله انتاجيه عاليه ويتفادى مشكله الصدى. شوف عزيزي، انت في الشرقيه الاستاذ كرم. واحنا عندنا في مصر في قسم بحوث القمح حاجه اسمها السياسه الصنفيه. السياسه الصنفيه ان انا ازرع ايه وفين. ما ينفعش مثلا اجيب صنف وليكن بني سويف 5 او بني سويف 6 اقول له خد ازرعه في الشرقيه. لا، ده صنف ديورا محتاج حراره، صنف بيتعمل مخصوص للمكرونه، للسيمولينا اللي بتطلع الايه المكرونه، فده يزرع في الوجه القبلي. فاحنا لو قسمنا جمهوريه مصر العربيه قطاعات، هنلاقي قطاع شمال الدلتا ده بيتميز في حاجه مهمه جدا، ان هو نسبه الملوحه فيه عاليه شويه. فبقول له ازرع اصناف مقاومه للملوحه في منطقه شمال الدلتا. لما تيجي تزرع في منطقه زي ايه، تزرع مثلا سيخ 94، سيخ 95، برضو مصر 1 ومصر 2. ما اقولكش ازرع بقى ايه، في يقول لك ايه جميزه 11 وجميزه 12، جميزه 11 وسدس 12، جميزه 11 وسدس 12، دول ما انصحش بيهم زراعتهم في منطقه الدلتا عموما. ليه؟ لانهم بيصابوا بالامراض، بيصابوا بالاصداء، ولذلك لتخفيف حده الاصابه بالنسبه لجميزه 11 وبالنسبه لسدس 12 ينصح بزراعتهم في الصعيد، في الوجه القبلي، في مصر العليا، في جنوب الوادي، من اول اسيوط وانت مقابل اسيوط، سوهاج، هنا الاقصر، اسوان، الوادي الجديد دي، علشان هناك بتبقى ظروف مواتيه للنمو افضل، بتساعد الصنف على ان هو يقاوم الـ الامراض. بنيجي مثلا في عندنا 6-14، ده صنف واسع الاقلام ممكن يزرع على مستوى الايه الجمهوريه كلها. عندنا مثلا صنف زي 6-1 بيزرع، وان كان بدانا ايه عمليه احلال وتجديد وبدانا نسحبه من السوق لانه بدا يتراجع بقى له اكثر من 25 سنه، هو وجيزه 165 برضه بينصح زراعتهم فين؟ في الوجه القبلي. هنا السياسه الصنفيه بتاع ده. اما هو بقى بيقول ان بيروح راح الجمعيه ملقاش الا صنف معين
ومش مجموعه اصناف. دي الشغلانه دي مش اختصاصنا احنا، لكن هي غالبا بتبقى على الاقل بنسبه مش اقل من 80 او 90% بتبقى عمليه السياسه الصنفيه مرتبطه بعمليه توزيع الاصناف على مستوى الجمهوريه، علشان ما يروحش صنف في منطقه هو مش هيصلح للايه للزراعه فيها. جميل. طيب هو كمان بيتكلم عن انواع الرش. بالنسبه بقى للجرين ستار، هو اولا بيقول ايه الاكياس الخضراء دي مصدر الكيس جابه منين؟ هل هو جابه من مصدر جايبه من هو قال انا اعتقد ان هو قال جايبه من تاجر. يا جماعه في كيس جرين ستار بيتباع ب 5 جنيه وفي كيس جرين ستار بيتباع ب 15 او 20 جنيه. انا ما استرخصش، لان دي في مصانع تحت بير السلم بتعمل الحاجات ديت وبتضربها وبتبقى مضروبه، وانا افرح ان انا جبت كيس ب 5 جنيه وهو بيتباع في الجمعيه ب 10 جنيه او ب 15 جنيه. لا، ما هو يبقى ده كيس بايظ. صحيح. يعني هل يستطيع ان استاذنا العزيز كرم واخونا العزيز كرم ياخد علاج اكس وير منتهي الصلاحيه؟ لا طبعا، علشان ارخص شويه علبه الدواء هياخدها؟ طبعا لا. لا، مش هياخدها، صح؟ فده لازم، وبعدين لازم اتباع التوصيات الفنيه في الرش. وبعدين ايه المانع ان هو ما يروح المرشد الزراعي اللي في القريه بتاعته في المركز بتاعه يجي يطلبه يجي يقف معاه ساعه الرش ويعمل له مكون الرش اذا ما كانش هو عارف هو المرشد وظيفته ايه غير كده. جميل. طيب استاذ علاء كان بيتكلم عن سعر القمح وتوريد سعر القمح، هل هو يعني احنا لو هنتكلم عن مزارع القمح هل الموضوع له مسؤوليه على المزارع نفسه ازاي يسوق المحصول او يدين مين او يتعامل ازاي في سعر الاردب؟ اولا الاخ اللي هو بتاع بانها ده اللي هو باع للتاجر، صح؟ باع للتاجر ب 660 ولا بتاع الاليوبيه؟ ما هو بانها هو قال ان هو من بانها عاصمه الاليوبيه. هو قال ان هو باع ب 650 او 660 للتاجر، في حين ان الدوله كانت بتاخد ب 680. سليم، دي نمره واحد. ويبقى هو عنده تقصير في النقطه دي. نمره اتنين، هو عنده حاجه، عنده حق، هو استقرب، عنده استقرب وبتاع. وبعدين بعض الاخوه المزارعين بيجي في تعاملات اقتصاديه بينه وما بينه التجار طول السنه. ما نقدرش نغفل النقطه ديت. هو بيستلف من التاجر طول السنه وبعدين بيجي يروح مديه له المحصول وبعدين يروحوا ايه وزنين المحصول وبعدين المحصول ده يسوى ويعملوا عمليه مقصه. لكن هو عنده نقطه محقه، عنده نقطه محقه في عمليه بعض المعوقات اللي هي بتقابله ساعه التسليم. لكن للحق بدون اي مجامله وبدون اي مواراه، الدوله بتعمل جاهدا على حل هذه المشاكل بتاعه التوريد. بدليل لما تبصي عدد الصوامع اللي كانت موجوده لغايه من 10 سنين فاتوا عدد، او لغايه 2011 بمعنى اصح لغايه يناير 2011، عدد الصوامع اللي كانت موجوده وكميه والسعه التخزينيه بتاعتها لما قارنيها بدلوقتي، احنا النهارده عندنا سعه تخزينيه تعادل حوالي 5 مليون طن. في 2011 كانت السعه التخزينيه حوالي 2 او 2.5 مليون طن. يبقى ضعفت المساحه ولا لا؟ ضعفت القدره التخزينيه ولا لا؟ يبقى اذن في استيعاب اكبر او قدره استيعابيه اكبر على البتاع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده اصبح عمليه التوريد والحساب اول ما بيخش بالقمح بتاعه اوزن هات حط خد، يبقى على طول فلوسه بياخدها في البتاع ده. زائد بقى هو ممكن يزود الثمن القمح بتاعه 20 جنيه اللي هو لو خد درجة نظافة 23 قيراط ونص، من 22 ل 23 ونص مش هتكلفه حاجة. طيب. ان لو القمح بتاعه نظفه من القش اللي فيه، من حبة الطين اللي فيه وبتاع، مش هتكلفه كتير. هيبقى الارداب بتاعه هيزيد 20 جنيه. هو بيجيب 30 ارداب، يبقى هو بيقول انا بورق 30 ارداب بروح بيهم، يبقى 30 ارداب في 20 جنيه زيادة بقوا 600 جنيه. عملوا لك مصاريف النقل يا اخي. عملوا لك مصروف النقل جون ببلاش. صحيح. صح؟ طيب خلينا ناخد كمان استاذ عمر من الفيوم. يا استاذ عمر، يا استاذ عمر،
طيب حاول تتواصل معانا مره ثانيه. معانا كمان استاذ السيد من سينا. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. انا عاوز بس استفسر، انا قاعد في سينا حضرتك والارض فيها نسبه ملوحه. سامعاني حضرتك؟ سامعاني. اتفضل. الارض فيها نسبه ملوحه، عاوز استفسر عن التجاوي المناسبه لارض سينا. ارض سينا دي ارض جيده جدا، وعاوز بس نوعيه التجاوي، هل مصر واحد؟ هل ست 14؟ هل اللي هي 71 اللي هي 171 دي؟ بس بتفرض ال 71. عاوز يعني التجاوي اللي حضرتك تمشي مع ارض سينا. حاضر، اي سؤال تاني؟ شكرا جزيلا. هو اول حاجه بيتكلم عن الملوحه، الارض فيها نسبه ملوحه عاليه، يعالجها ازاي وهينفع تتعالج ولا لا ويتزرع فيها قمح؟ الملوحه لغايه 6 مللي موز القمح يبقى كويس. اكتر من كده بيبدا القمح يتاثر. اولا احنا نسينا نقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه انتصارات اكتوبر اهل سينا يعني. طبعا 6 مللي موز القمح كويس يمشي معاه، يمشي معاه كويس. هو الارض بتاعته الملوحه فيها كام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، هو فرضنا ان الارض عنده 6 مللي موز او اقل سليم او اكتر بحاجه بسيطه، يبقى عنده جيزه 171، عنده 6-14، عنده مصر واحد، عنده ساخه 95، عنده ساخه 94. خمس اصناف اهم يا عم الحاج، وكل سنه وانت طيب. جميل. طيب معانا كمان استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. ازيك؟ كل الله يخليك يا فندم. الحمد لله، اتفضل. انا بسال حضرتك يا فندم، جمعيه زراعيه ما فيش فيها مشرفين خالص. في الجيزه؟ الجيزه يا فندم. فين؟ حتى في الجيزه. فين في الجيزه؟ في السعوديه يا فندم. السعوديه العياط. فحضرتك يا فندم انت حاولت تتواصل معاهم؟ ايوه يا فندم، انا في الجمعيه على طول وبنروح، ما فيش اي مشرف ولا اي حد حتى بيعمل حفر. طيب حاضر حاضر، هو صوتك وصل. انا بشكرك جدا استاذ محمد من الجيزه. في مثل هذه الحالات بقى هو يعمل ايه؟ يتصرف ازاي غير ان هو طبعا وصل صوته؟ انا هقول لك على حاجه بقى، ايه من حسن الحظ يوم الاربع بعد بكره في اجتماع مع المرشدين، مع الارشاد كله او الجهاز الارشادي كله بتاع محافظه الجيزه. انا وهم سليم، وهبلغهم رسالتك دي. لكن للحق في العياط في مرشد مهم اسمه تام، انسان ممتاز جدا 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 وشغال جدا 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 جدا، وهو في الاداره الزراعيه في العياط سليم. ممكن يروح له ويتواصل معاه، ممكن يروح له او يتواصل معاه في الإدارة. خاصه بقى انت في السعوديه، بتتكلم على السعوديه، على قاره السعوديه اللي هي بينها وبين مركز الزراعه في العاد حوالي 5-6 كيلو. السنه اللي فاتت في السعوديه نفسها، عندكم في بلد السعوديه نفسها، كان في حقل ارشادي. كان في حقل ارشادي بتاع قمح، يبقى ازاي ما فيش حد هناك؟ الكلام ده بقول لك انا عارفه كويس قوي، لان الجيزه انا حافظها بالشبر، لان انا المسؤول عن الجيزه وعارف. فالسعوديه نفسها كان السنه اللي فاتت في حقل ارشادي. يعني الراجل المرشد كان موجود طول السنه موجود، واحنا كنا موجودين تقريبا مره كل 10 او 15 يوم هناك. جميل. طيب خلينا اسمه هاشم، المهندس هاشم. مهندس هاشم، المهندس هاشم في اداره العياط، في اداره العياط الزراعيه، اسمه المهندس هاشم. طيب احنا بقى بنتكلم عن العمليات الزراعيه، وطبعا بالتاكيد يعني كل هذه التساؤلات والاستفسارات اللي بتجينا داخله ضمن منظومه العمليات الزراعيه لمحصول القمح. خلينا نبدا الاول باهم هذه العمليات الزراعيه وهو التسميد. ماشي، هو بس قبل التسميد نبدا كده من الاول عشان بالتدريج يعني من الاول عشان ما نطلعش السلم من نصه كده. اول حاجه احنا اتكلمنا عن الصنف. تاني حاجه ميعاد الزراعه، ميعاد الزراعه، اختيار الصنف نفسه، اختيار الصنف واتكلمنا فيه. تاني حاجه ميعاد الزراعه، ميعاد الزراعه ورثنا عن 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 اجدادنا من الفراعنه هطور ابو القمح المنثور، او اللي يفوته هطور يستنى لما السنه تطور. يبقى امتى بقى ميعاد الزراعه بالنسبه لينا؟ بيبدا هطور، واحد هطور بيبدا مع ايه؟
مع 10 نوفمبر مثلا. طيب لغايه 10 ديسمبر. خلينا كده عشان ناخدها كلها على بعضها مره واحده العمليات الزراعيه. ناخد الاول استاذ محمد من دمياط. ايوه اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك وبالاستاذ اللي معاك. اهلا اتفضل. بالنسبه احنا بنتكلم بالنسبه لاسعار القمح، هو كل الاسعار كويسه وما كويس. انا النهارده بجيب الرضه اللي هو قشر القمح بسعر اغلى من القمح نفسه. فبضطر الفلاح بدل ما يورد القمح يطحن هو للبهايم للمواشي، بدل ما يروح يشتري قشر القمح اللي هي النخاله بسعر اغلى من القمح. النهارده بشتري كيلو ب 4 جنيه ب 3 جنيه ونص اقل حاجه. يعني النهارده انا جايبه ب 3 جنيه ونص ومعاد 3 جنيه ونص. ما بوردش القمح كده. فبضطر ان كان عندي 20 ارداب ب 30 ارداب بخزنهم للمواشي بتاعتي، اطحن بينهم واحط للمواشي. هي دي برضه مشكله من المشاكل. لازم سعر القمح يبقى اعلى من سعر، على الاقل من سعر الرب. تمام. بشكرك استاذ محمد من دمياط. فبالنسبة لزراعة طيب. القمح نقول النص الثاني من نوفمبر، من 15 نوفمبر لغاية عندك وانت ماشي لاخر نوفمبر لغاية اول 5 أو 10 أيام من ديسمبر. بنبدأ من اول النص الثاني من نوفمبر، بنبدأ من اسوان على بال ما توصل لاسكندرية، هتوصل على اخر نوفمبر او اول ديسمبر. ده معاد الزراعة. بعد كده عندك تجهيز الارض للزراعة او طريقة الزراعة. زمان جدي كان بيزرع حراتي وبعدين بقى يزرع بدار وبعدين بقى بيزرع تسطير. النهارده بنقول يا جماعه ازرعوا على مصاطب. ازرعوا على مصاطب، وعارفين كلنا المصاطب موجوده وشفناها وعملناها. وليه المصاطب؟ اولا بتحقق معاك انتاجيه عاليه. ثانيا بتوفر لك في كميه التقاوي، تلت كميه التقاوي، بتوفر لك تلت كميه، ومش بتوفر لك انت بقى في النقطه دي بالذات، مش بتوفر لك تلت كميه الميه او ربع، بتوفر 20% من كميه الميه. مش بتوفر لك انت دي، بتوفر لابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك. بنوفر في كميه الميه، بالتالي بتقدر الميه اللي بتتوفر دي بتقدر تستغلها في اراضي تانية، توسع الزياده الافقيه زي ما احنا قلنا، اللي توسع بدل ما الارض اللي بتزرع فدان، الميه اللي بتزرع فدان لا تزرع فدان وربع. بدل الارض بتزرع مليون فدان، المايه اللي تزرع مليون فدان تزرع مليون فدان و200 الف فدان جنبيهم. يبقى بالتالي بنقلل الفجوه بين الانتاج والاستهلاك. بعد كده العمليات الزراعيه، المصطبه كلها عرضها 120 سم. لو انا عندي اي شغل في المصطبه، اي شغل في المحصول، لكلهم 120 سم، وانا من هنا وانا من هنا. لو انا مديت ايدي وعملت كده هجيبها، بدل ما اخبط في القمح وادوس في القمح وهبط فيه زي ما بيقولوا، واللي انا ادوس عليه وابوظه قد اللي انا هعمله. سليم. بتوفر في كميه السماد. النهارده شكاره السماد ثمنها كام يا عم الحاج؟ بتعدي النهارده ال 180 جنيه لما انا اوفر تلت كميه السماد. يبقى انا بدل ما بستخدم شكاره هستخدم تلتين شكاره، بدل ما بستخدم 4 شكاير للفدان هستخدم 3 شكاير للفدان. يبقى وفرت 180 جنيه. ما بصش المصاطب هتكلفني قد ايه، هبص المردود بتاعها قد ايه. الزراعه على المصاطب ممتازه جدا في حاجه تانية كمان، اللي هي المقاومه للرقاد. في 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 فتره الخمسين القمح بيبقى تقيل محمل سنابل عرضه للرقاد، لما بتيجي المصاطب بتقاوم الرقاد يبقى انا حافظت على محصولي. سليم. بعد كده باجي بقى للتسميد، اضيفه ازاي وامتى وفين. دلوقتي حضرتك احنا بنقول ان الارض اللي هي الارض السوداء، الارض القديمه اللي ستك ورثها عن جدك وجدك وجدك وجدك، ديت بتحتاج حوالي 70 وحدة أزوتي للفدان، يعني أربع تنصاص نترات 33.5. بتضيفهم إمتى؟ بتضيفهم خمس الكمية مع الزراعة. ده لو أنت زارع، مش زارع بعد خضار، لو أنت زارع بعد خضار ما بتضيفش حاجة، بتضيف بعد من أول راية المحياة. وبعدين 40% مع راية المحياة، و40% قبل السدة الشتويه. زارع بعد خضار بتبقى ما بتضيفش حاجه مع الزراعه، بتضيف مع رايه المحياه نصين، ومع الرايه اللي هي قبل السده الشتويه نصين. وبتضيف على المحصول. وبعدين لما بتضيف اخر مزارع الفاضل، وكلنا مزارعين بالله عليك
ما تضيفش الكيماوي بتاعك الا لما تكون الميه بتاعتك على راس الغيط. لانك لما بتضيف، بعض اخواننا الفلاحين بيقعوا في مشكله، بعض مش الكل، والكل الحمد لله القاعده العامه كويسه جدا جدا. ولكن يعني هي النقطه الصغيره اللي في الجلابيه دي، نقطه الحبر الصغيره اللي في الجلابيه دي لازم ندريها عشان تبقى الجلابيه كلها بيضه. صحيح. اللي يضيف يبدر الكيماوي، وبعد ما يبدر الكيماوي بالليل يبدر الكيماوي بالليل ويقول لك اشغل الميه الصبح. طيب يا سيدي ماشي. ما هو من بالليل للصبح هيحصل فقد. طبعا من بالليل للصبح هيحصل فقد في الكيماوي، وهيتطاير الكيماوي. عباره عن ايه؟ عباره عن غازات وبتاع، هيتطاير. تقدر تخسر ولا ما تخسروش؟ في خساره. طب ليه ما تحافظش عليه؟ ليه ما تحافظش عليه؟ طيب خلينا ناخد نرجع نكمل بعد ما ناخد استاذ ممدوح من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك يا فندم. والله عاوز اسال الاستاذ كم سؤال. والله تحت امرك، اتفضل. اولا التجاوز 6/12، انا من اسيوط. التجاوز 6/12 ما بتبقى تيجي وبتخلص، يا اما بتاخدها التجاره الله اعلم جايه كميه ليله الله اعلم. السؤال الثاني حضرتك بالنسبه للمصاطف، احنا نتبع الزراعه الحديثه ولا نتبع الزراعه القديمه؟ احنا ما بنعملش مصاطف عشان الحصاد. السؤال الثالث بيقول لك ارمي الكيماوي وقول بشش الميه. هنا عندنا المكان بيسقي بالخمسين فدان. بعيد عني، لا انا عارفه بيسقي امتى، لا الصبح لا بالليل لا ثاني يوم، ما انا ما بعرفوش بيسقي امتى. اعمل ايه في موضوع الكيماوي دي؟ والكيماوي اساسا ما بيجيش في الجمعيات. طيب وشكرا لحضرتك. بشكرك، شكرا جزيلا. طيب خلينا هجاوب على حضرتك طبعا على الثلاث اسئله، بس نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل المرشد الزراعي، ولسه بنستقبل استفساراتكم واسئلتكم حتى اخر هذه الحلقه. ورجعنا لكم ولسه مكملين مع حضراتكم المرشد الزراعي، ولسه بنتكلم عن محصول القمح. قبل الفاصل كان معانا استاذ ممدوح من اسيوط اللي كان بيتكلم او بيسال ثلاث اسئله. اول سؤال فيهم ليه علاقه ب 6/12، وتاني سؤال بيسال عن المصاطب، هو بيقول ان هم مش بيزرعوا بالمصاطب والكيماوي بيدور عليه في الجمعيات. بالنسبه ل 6/12 احنا يعني هو على قدر المتوفر عموما على مستوى الاصناف، بيتوفر حوالي 50% من المساحه المنزرعه. 6/12 وغير 6/12، فهو لو ساعة شويه هيلاقيه، انما ما يستناش بقى لما القطر يقوم من المحطه ويقول الله ده انا عايز الحق القطر عشان اوصل اسكندريه، وهو لسه واقف في ميدان رمسيس. 6/12 بيتوزع بقى له اكتر من شهر في هنا في على مستوى الجمهوريه، وهو جاي يدور عليه دلوقتي. معلش تبقى يعني حاول ايه تسعى شويه تسعى شويه. ده بالنسبه ل 6/12. اثنين المصاطب، المصاطب ممكن سهل جدا انك انت تعملها لو انت زارع مثلا، فرضنا ان انت هتزرع بعد خضار او بعد ذره، لو انت بالطوريا او بالفاس ونيمت خطين جنب بعض فوق بعض كده جنب بعض كده على بعض، يبقى عملت ايه مصطبه. بعض اخواننا المزارعين بيفكوا سلاح من النص من الـ من الـ من المحرات وبيخلي السلاح الجرار يمشي بالمحرات، بيعمل له هيئه مصاطب. كمان اقول لك على حاجه بقى، الدوله بدات توفر دلوقتي مصاطب بتتوزع على مستوى الجمهوريه. والسنه اللي فاتت يعني اعتقد ان السنه اللي فاتت دخل حوالي 120 مصطبه في الزراعه، زي 120 اله لزراعه المصاطب في الزراعه لزراعه المصاطب بالنسبه للقمح في الهندسه الزراعيه او الهندسه الاليه على مستوى الجمهوريه، وفي طريقها الى توفير الاكثر. جميل. طيب. بالنسبه للسؤال الثالث اللي هو الكيماوي. انا صراحه ما عندناش احنا علاقه بعمليه توزيع الكيماوي بتاع، لان اللي ده مرتبط بالجامعات الزراعيه ومرتبط بالكارت الذكي ومرتبط بحاجات كتير. وان شاء الله منظومه الكارت الذكي، يعني منظومه الكارت الذكي هتوفر حاجات او كتيرة، يعني تساعد في زل العقبات كتيره بالنسبه يعني ان شاء الله بشكل كبير. طيب خلينا ناخد كمان استاذ منير من البحيره. يا استاذ منير. ايوه اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الله يخليك، الله يكرمك. عايزين نسالوا الدكتور على نزرعه ايه في النبريه، نوع الغله اللي عندنا الارض فيها نسبه ملوحه في النبريه. عندك مصر، احنا قلنا مصر ثلاثه، مصر ثلاثه، مصر واحد،
جيزه 171، ساخ 94، ساخ 95. كلها انواع يعني حلوه ان شاء الله. ان شاء الله في النوبيه نرو ميه معين فيها نسبه ملوحه والاصفر. بص بص هقول لسيادتك على حاجه في النوبليه، وروح محطه البحوث بتاعه النوبليه سليم، انا جايب منها تجاوب فول. طيب وروح لهم بقى هناك قسم بحوث القمح، هتلاقي الدكتوره سناء عبد الكريم، هتلاقي الدكتور محمد الحسيني غلاب سليم، هتلاقي الدكتور الدكتور اسعد عبد العزيز، كل دولت متخصصين قمح، وان شاء الله والدكتور احمد جدال كمان اربعه هم. بالنسبه لزراعه الفول البلدي عدل الوقت ولا لسه شويه ولا لا؟ اسال في بقى بتاع الفول. لسه بتاع الفول. انا بتاع قمح. بشكرك شكرا جزيلا استاذ منير من البحيره. طيب نكمل بقى العمليات الزراعيه، واحنا لو يعني اتكلمنا عن التسميد نيجي للري. باللعب انا بستحلف كل واحد بيستخدم المياه في مصر، فلاح وغير فلاح، بيزرع او ما بيزرعش، بالله عليكم حافظوا على نقطه المياه. نقطه المياه هي الحياه. احنا في مشكله في المياه، امكانياتنا او وارداتنا من المياه او امكانياتنا من المياه اقل من احتياجاتنا بكتير، واللي موجود عندنا من المياه اقل من احتياجاتنا بكتير، بغض النظر عن ما يحدث في الجنوب، الخنجر اللي بيتحاول يتحط في ضهرنا في الجنوب وصد النهضه و و و و سليم. فما يصحش ان انا اخوانا والله بنشوف حاجات يعني في الري، واحد فلاح بيفتح المايه واحد، مش الكل، الكل حلو وكويس، لكن واحد نرجع لنقطه تاني، نقطه صغيره في الجلابيه، نقطه حبر صغيره في الجلابيه بوظ الجلابيه كلها. يفتح المايه ويروح يقضي واجب اجتماعي في فرح في بلد جنبيه، ولا يروح عزف بلد جنبيه، مع المايه ببلاش. طب المايه لو بقت بفلوس هيعمل كده؟ لا طبعا. القمح بيحتاج من اربع لخمس ريات. الري لو قلنا بالمصاطب، المايه بتجري ما في المايه بتجري في الاونيا ما بين المصاطب، اول رايه بس يا حبيبي اللي هي بتاعت رايه الزراعه، اول رايه بس اللي هي بتاعت رايه الزراعه، بعيدها لك اقول المره الثانيه، املى الاونيا مايه وخلي المايه تركب فوق المصطبه، وبعد كده لما القمح هينبت وبتاع تيجي في رايه المحياه خلاص، وهي مجرد انك انت تمشي المايه في قلب المصاطب والقمح والارض هتنشع، القمح هيشرب وهيبقى كويس جدا. العمليه دي هتوفر معاك 20% من كميه الميه، بلاش الميه اللي انت مش اللي مش هماك. المكنه بدل ما هتشتغل 6 ساعات عشان تروي فدان هتشتغل 4 ساعات، يبقى وفرت المكنه بتاعتك ساعتين طبعا. ووفرت سولار ساعتين، وفرت طاقه ووفرت هلك في المكنه سليم. بلاش كمان لما تيجي للخمسين بسرعه، احنا بنتكلم بسرعه مش بالتفصيل علشان الوقت بتاعنا، لما تيجي للخمسين اخواننا في رياح الخمسين في في, في 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 اخر فبراير ومارس وابريل، مفيش داعي ساعه هبوب الرياح، مفيش داعي ساعه هبوب الرياح اروي القمح. القمح طبيعي تقيل ومحمل، وبدات السنابل تتملي وبدات الحبوب تخش على مرحله النضج وعقد وخلاص وداخل على مرحله النضج، يبقى ملاش لازم ساعه الهواء وايم وزعابيب اروي، لان القمح هيرقد، ولو رقد انت عارف يعني ايه رقود القمح، عارف كويس قوي لما القمح يرقد هيحصل ايه، خساير ملهاش نهايه طبعا. وترجع تقول اصل ايه انتم مديني قمح بيرقد، اصل انا ما القمح رقد وانتم مديني صنف بيرقد. كلها ممارسات. كلها طيب ممارسات. انا هرجع لحضرتك بقى عشان نتكلم عن اهم الممارسات الخاطئه علشان احنا الوقت بيجري بينا جدا، بس خلينا ناخد استاذ محمد من الدقهليه. يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا فندم، اتفضل. ايوه معلش يا استاذ محمد، اسمعني من التليفون بعد اذنك، وطي التلفزيون. طيب ماشي لو سمحت، بس كنا عاوزين نسال. تمام انا سامع حضرتك كويس. عاوزين نسال بس على ميعاد زراعه الغله، ايه الميعاد الصحيح اللي نزرع فيه بالظبط الغله؟ في الدقهليه. حاضر بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد من الدقهليه.
واضح ان الاستاذ محمد دخل معانا متاخر لان احنا بدانا بميعاد الزراعه، ومع هذا نعيدها لك تاني يا استاذ محمد، وده يستهلك وقت كنا جاوبنا في سؤال تاني. احنا قلنا هطور ابو القمح المنثور او اللي يفوته هطور يستنى لما السنه تدور. طبق هطور اللي هو شهر القبطي مع الشهر الميلادي هتلاقيها من 15 نوفمبر، من 15 نوفمبر الى 10 ديسمبر. انت بالنسبه ل 15 نوفمبر ده اللي بيبدا من اسوان، لما وانت مبحر كده جاي عليك سليم، انت في البحيره حضرتك شوف بقى في كوم حماده ولا في قتاي البارود ولا في دمنهور ولا فين، يبقى انت عندك الميعاد المناسب بالنسبه لك 25 اهو 20 25 نوفمبر 20 5 طيب يمكن برضو عايز اقول لك حاجه استاذ محمد، يعني ممكن ترجع كمان ل بعد الحلقه ما تنزل ان شاء الله على اليوتيوب او في الاعاده، ممكن تتفرج على الحلقه من الاول فتشوف مواعيد الزراعه بالتفصيل، لانه احنا للاسف الوقت بينتهي معانا. وانا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا استاذ دكتور عز الدين عبد الرحمن رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعيه، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. كل سنه وطيبين ومصر كلها بخير. بشكرك يا فندم، وطبعا الشكر دائما وابدا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه. اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم النهارده بحديثنا عن القمح، واتمنى انه الممارسات اللي بتمثل عائق كبير في يعني تنميه وتطور هذه الزراعه المحوريه في الاوطان انه يعني نقدر نتفاداها بشكل كبير جدا. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من المرشد الزراعي، واشوفكم دايما بخير وامان وسلام وسلام.